هذه مقصد أسمى وأعلى، وينتج عن ذلك مقاصد أخرى تتبعها تعود عليك أنت مباشرة بالنفع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة المقصد الأعظم هو عبادة الله تعالى والتعبد لله تبارك وتعالى بقيام وركوع وسجود وجلوس. هذه مقصد أسمى وأعلى، وينتج عن ذلك مقاصد أخرى تتبعها تعود عليك أنت مباشرة بالنفع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أن الإنسان وقف بين يدي الله في اليوم والليلة 5 مرات وهو يقول يا رب يا رب يا رب، ويحمده ويثني عليه ويسأله ويطلب منه المغفرة ويثني عليه في ركوع وسجود، إذن هو مستحضر لعظمة الله تعالى في كل وقت، ويشعر بأنه على اتصال دائم مع الله تبارك وتعالى وأن الله معه. وهذا ارتباط وثيق، وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بينك وبين الله، بينما لها آثار كثيرة لا تعد ولا تحصى. اجتماع أهل الحي في اليوم 5 مرات، تفقدهم لمن غاب منهم بسبب مرض أو حادث أو غيره، احتياج بعضهم لسد عوزه، التواصل بينهم، التعاون فيما بينهم، التناصح فيما بينهم، وغير ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة التي ليس هذا هو مقام ذكرها.